تحية طيبة مشاهدي قناة تركمان إيلو، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. اليوم رح نتجول سوية بسوق السراي ونتعرف على أهم معالم وتاريخ هذا المكان. طبعا يقع سوق السراي بالقرب من شارع الرشيد نهاية شارع المتنبي، وهو يعتبر امتداد لشارع المتنبي. يرجع تاريخ بناء إلى سنة 1660 ميلادية بالعهد العثماني، وتزامن بناء مع بناء جامع حسن باشا. كان يطلق عليه بالماضي اسم سوق السراجين نسبة إلى صناعة سروج الخيل، وأيضا لأنه كان يشتهر بتجارة الجلود الطبيعية. هذا السوق من الأسواق القديمة اللي تعتبر صغيرة نسبيا. طول هذا السوق يتجاوز تقريبا 300 متر، وعرض ممر المشاة 3 متر. كان يطلق عليه عدة أسماء بالسابق نسبة إلى المهن والحرف اللي كان يشتهر بها. فخلونا نتجول سوية بهذا المكان الجميل ونتعرف على تاريخه، فخليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا مرحبا. حاجة بداية، انت هنا صاحب محل، شنو البضاعة اللي موجودة بداخل محلك؟ البضاعة الموجودة تتضمن قرطاسية، مواد مدرسية مثل ما يقول، ومواد مكتبية. هنا هذا سوق السراي يعتبر من الأسواق القديمة اللي لها عمرها آلاف السنين. شلون تشوف إقبال الناس؟ شلون تشوف معرفة الناس بتاريخ هذا السوق؟ دائما هذا السوق يوفدون عليه من حتى من الخارج ومن داخل العراق، يعني من المحافظات يجون عليه يقبلون انه اكو موجوده بضاعه، يعني من كافه الاشياء اللي يردوها، مستلزمات المدرسيه والمكتبيه والدوائر الحكوميه مثلا يحتاجون هذا السوق، فيجون يترددون عليه بكثره مثل ما يقول. طيب إقبال الناس يزيد بأيام معينة ويقل بأيام ثانية، لو تقريبا كل الأيام نفس الشيء؟ لا، أكو مواسم مثل مواسم المدرسية يزيد الإقبال عليه، ومواسم يعني طلاب جامعة يحتاجون هم يصير إقبال عليه، وبعض الأيام يصير بفتور، يعني ما بي يعني عطل مثل المدرسية، العطلة مثلا الكبيرة اللي العطلة الصيفية قليل يعني الإقبال عليها، والأكثرية أيام الدراسة من شهر العاشر أو شهر التاسع يقبلون بها التجار والطلاب وعوائل تجي بها تجي. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عليكم السلام. بداية، احنا اليوم متواجدين بسوق السراي، انت جاي هنا دا تسوق، تجي دائما لهذا السوق لو هذه اول زيارة لك؟ والله هاي يعني اجي بكل شهر مرة، كل شهرين مرة، يعني مو دائما اجي هنا، يعني اسوق نوبات، اكل كبة من كبة السراي، همين اشوف اروح القهوة الشابندر، يعني واحد يتونس احسن من القعدة. تقريبا شنو المواد او الاشياء اللي تقتنيها من نانا؟ والله قرطاسية أحياناً، ونوبات يعني أجي ما أسوق، ما أشتري شيء، بس المهم يعني أفطر أغير جو يعني. طيب من تجي تأخذ منها قرطاسية تشوف الأسعار مناسبة قياساً بأماكن ثانية؟ والله يعني الأسعار خاص من بعض المناطق، بس هنا أكثر شيء جملة يعني، بس أشوفها أرخص يعني نوعاً ما. شكراً. عفواً، يعني شكراً، مع السلامة. شنو اللي انت مكتبتك شنو تتضمن؟ طبعا مكتبة الفلفلي هي من اقدم المكتبات الموجودة في بغداد، تحتوي او تنشر الكتب القديمة
في كافة اللغات. إضافة إلى ذلك ارتأت المكتبة أن تنشر أرشيف العراق من شماله إلى جنوبه بعد 2003، لأن هذه الصور كانت ممنوعة. فحاليا حاليا بدنا ننشر احنا أرشيف العراق، صور تاريخية أدبية تراثية فنية، شو تريدين عن العراق، أي صورة أي شخصية عراقية سواء كانت من الشمال إلى الجنوب هي موجودة عندنا. فانتشرت هاي الصور كلش بشكل يعني مو غير مسبوق لها زين في كل دول العالم. وين اكو مغترب، وين اكو عراقي موجود في السويد، في امريكا، بالدول العربية، كل الدول. هاي الصور اصبحت يعني فد رمز للحنين الى وطنهم كمغتربين. طيب شلون تشوف اقبال الناس على هذه الصور، على هذه التفاصيل اللي موجوده عند حضرتك في المكتبه؟ اقبال كل الشديد، خاصه يعني الاعمار اللي يعني الشباب يعني يريدون يستذكرون الماضي اللي كانوا عايشين به ابائهم واجدادهم. اضافه الى ذلك بها صور علميه يعني علماء، يعني هسه التوجه بالمدارس انه نشر صور العلماء والادباء والشعراء افضل من ان تنشر صوره غير يعني غير لائقه بالصف او بالمقهى. يعني بالمقاهي هسه حاليا مقاهي يعني مقهى الرصافي تنشر كل صور الرصافي، كل ما يتعلق بالرصافي مثلا على سبيل المثال، اضافه الى الصور التاريخيه والادبيه وكافه مشاهير العالم. سوق السراي يعتبر من أقدم الأسواق ببغداد، عمره آلاف السنين. برأيك شلون تشوف إقبال الناس على هذا السوق، وشلون تشوف معرفتهم بتاريخ هذا المكان؟ طبعا سوق السراي طبعا يرجع تاريخه إلى العصور العباسية المتأخرة. أسس هذا السوق لتلبية حاجات طلاب المدرسة المستنصرية اللي موجودة في نهاية السوق، لأنها كانت بها طلاب، وإضافة إلى المدارس الدينية اللي كانت موجودة في منطقة اللي هي تحيط بداخل سوق السراي. شارع السوق السراي يعتبر السوق الام اللي انبثقت منه بقيه الاسواق مثل شارع المتنبي. شارع المتنبي ما كان موجود، بال 32 سمي شارع المتنبي لان كان له تسميه ثانيه اسمه شارع الاكمخانه نسبه الى مخبز الجيش اللي موجود في شارع المتنبي. الاقبال حاليا مقتصر على فئات عمريه معدده، لان الاكثر اغلب المثقفين واغلب اللي كتاب هاجروا خارج العراق. فالشباب هسه حاليا قاعد تلتقي الكتب اللي هي تعالج مشاكلهم وتعالج يعني متطلبات الحياه اللي هم يشوفوها، واضافه الى ذلك اقتنائهم للصور وللقرطاسيه وغيرها من الامور. الاقبال حاليا خاصه في فصل الشتاء شوي صار ضعيف لان الجو وكذا ودراسه، بس الطلاب هسه تشوفين السوق كله يعجب الطالبات، يجون يسوقون كتب ملازم قرطاسيه. شكرا جزيلا. يا اهلا وسهلا يا هلا بجنوب. وياكم مشاهدينا وجولتنا من داخل سوق السراي ولقاءاتنا ويا ناسنا، وايضا حتى نتعرف على تاريخ هذا المكان، فخليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك هنا تعمل لو جاي انه تتبضع؟ لا أنا جاي أتبضع إن شاء الله. نعم. أول زيارة لك لسوق السراي لو لك زيارات سابقة؟ لا، كوني أنا من سكنة بغداد فدائما متعدد الزيارات، يعني تعرفين هذا السوق يعني كل ما نحتاج به، هو سوق تراثي، هو سوق يعني جذب للمثقف للمتسوق، فدائما احنا نتردد على هذا السوق بحكم أنه هو يعني كل ما نتمنى نلقى به هذا من خلال يعني بضاعتنا. نعم. طيب شنو أغلب الأحيان شنو الأشياء اللي تأخذها من نانا؟ الصراحة كوني أنا سينمائي يعني دائما أبحث على أشياء جديدة، كون عندنا تصوير هنا، كون إنما حتى نسوق للعائلة من قرطاسية من أقلام من دروع، فمرات يصير هم ملتقى يعني للسينمائيين، مرات لا، مرات أشياء جديدة نشتريها. مثلا عندنا أكثر شيء مثلا المدارس، نسوق من المدارس، نسوق مثلا
أرخص يكون وكل شيء نلقاه به يعني أكثر من المكاتب. نعم. طيب حضرتك تعرف أنه سوق السراي من الأسواق القديمة، بما أنه حضرتك دائما تجي لهنا، شلون تشوف إقبال الناس للسوق وشلون تشوف معرفتهم بتاريخ هذا السوق؟ على فكره يعني المحافظات اول ما يجون هنا يعني خصوصا مو اهل بغداد يجون هذا السوق، كونه هو مثلا سوق السراي خصوصا يحيطه القشله اللي هي تاريخيه، المدرسه المستنصريه، يعني جسر الشهداء، فهذه منطقه والشورجه، فهذه منطقه تصير استقطاب للجاي خصوصا من العراق او خارج العراق. والان اذا تلاحظين انه من صارت دخول السياح انه اول ما يجون لهذا المكان العراقيين المغتربين يجون لهذا المكان، ليش؟ كونه هو ملتقى عام وتراثي ويعتبر هم سياحة يعني. شكرا جزيلا. العفو. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا عمو. بداية حضرتك صاحب مكتبة، ايش قد عمر المكتبة مالتك وشنو أكثر الأشياء اللي توفرها هنا؟ والله من التسعينات يعني، وأكيد إن وفرت شغلات للجماعة الابتدائية، الجامعي، دوائر، فكل موسم إلى كل فترة إلها موسمها الخاص، يعني احنا شغلتنا مثلا بداية المدارس مدرسي، جامعي جامعي، من بعدها دوائر. طيب. شلون تشوف إقبال الناس على سوق السراي؟ يعني حركة الناس قوية أو تتغير حسب المواسم؟ والله هي ضعفت الحركة يعني، مو مثل يعني قبل، لأن المنافذ صارت هواية ما التوزيع، يعني سموالات على مكاتب، قبل ما لا ما كانت موجودة هاي الأمور، فالتركيز كله على السوق. هسه لا خفت عندنا، لكن إقبال العالم مكان تراثي فيتجي احتمال للونسة يعني يتونس بيه أو يعني يقعد بيه يشوف بغداد القديمة بيه، فمرات مو إلا يجي يشتري يعني. أي. طيب معرفة الناس بتاريخ السوق، تشوف أغلب الأشخاص اللي يجون عندهم معرفة بتراثية هذا السوق ومكانته، لو يجي فقط على الاسم، على اسم المكان؟ حسب الشخص، إذا متطلع فيعرف تاريخ السوق، إذا متطلع يجي لكن ينبهر بيه، لأن هو أساساً يعني بجمالية تختلف عن باقي الأماكن، وبالذات سوق السراي أقدم من المتنبي يعني كتاريخ، تاريخ المتنبي بعدين صار الأساس هو السراي. أكيد يعني سراي كلمة عثمانية، فأكيد في 300-350 سنة إذا مو أكثر يعني، فإلا في مكانة تختلف عن الباقين. شكرا جزيلا لحضرتك. يتلا لعمو يتلا. عليكم السلام. بداية حضرتك هنا صاحب مكتبة مواد فنية وتفاصيل، ايش قد عمر المكتبة هنا؟ والله انا عمري يعني عملي بالسوق 35 سنة تقريبا، 85 بديت، جيت هنا عشان ما كان عندي مكتبة، كان عندي تشمبر صغير مع روانة هنقول ابيع بها مواد مال الاسواق المركزية، يعني قبل ما صار عولمة بالحياة وصار عندنا انترنت واستيراد مفتوح، فكانت هاي الامور كلش موجودة بالاسواق المركزية، التجأت لها لان كنت مراهق وشاب، فالتجأت لهذا الشغل على مود اجذب المراهقين اللي مثلي هم الرسامين والفنانين. الحمد لله صار عندي مهنه ومهنه احبها، يعني انا مو تاجر هاوي، فحبيت المهنه لان هو المهنه عباره عن توزيع الحب على العالم، اللي هو مواد رسم والفن والنصيحه، تعرفين على العالم يعني، فشي عالم خاص. نعم. شلون تشوف اقبال الناس على المواد اللي موجوده عندك؟ والله اقبال كلش جيد وعالي، لان الانترنت هم صار عنده فرصه للناس يشوفون، بس المواد اللي عندي مو موجوده بكل المحلات، لان انا قديمه هنا واكثر موادي من الاسواق المركزيه. الان الصين غزت العالم وهذا في شيء ايجابي، وهذا ايضا سلبي، لان بالصين اكو نوعيات كثيره، اكو جيده ووسط ورديء. مع الاسف اللي يروحون يجيبون موادنا هم مو تجار، يعني صاحبين مهنه، يعني مهنه علم. يعني مثلا انا من اروح اجيب حاجه اعرف شنو قيمتها، مو بس الماديه، قيمتها المعنويه اللي هي اهم من قيمتها الماديه، يعني الماده مالتها شنو؟ يعني شيء يفيد من يا رسام يا كذا.
التجار قاموا يجيبون شغلات يريدون يبيعوها، يريد يستفاد، هذا ما حقه هو. بس الإقبال عليه يصير بالبداية عالي، بعدين ورا فترة يصير صفر عليه الإقبال. الآن المواد الموجودة بالسوق تقريبا في 70 إلى 80% سيئة، 30% ممكن بيها جودة. نعم. سوق السراي من الأسواق القديمة اللي عمرها آلاف السنين، شنو معرفتك بتاريخ هذا السوق بالإضافة للناس اللي تجي عندهم معرفة بتراثية هذا المكان لو يجون فقط للإسم؟ والله هذا السوق من أقدم أسواق بغداد، سميت بسوق السراي نسبة إلى سراي ديوان حكومة القديم لأحد الملكي اللي هي القشة اللي بصفنا، يعني الملك كان يفوت منه والحاشية كانت تفوت منه. هذا السوق يعني قديم جدا وتاريخي، مو كل الناس يعرفون هذا الشيء، بس أغلبهم يعرفون لأن هم يجون يسألونه. وهسه الانترنت هم صار في العالم في شيء جيد، واحد على جوجل يكتب اسم السوق يشوف تاريخه. اللي يجون هنا أكثرهم يجون لأن هذا السوق عبارة عن بيضة قبان، يعني تصورين بالطائفية ما صار شيء أي شيء هنا، يعني ماكو شيء عاسنة كردي عربي هنا. سوق يوزع الحب، أنا أي واحد يجي من الخارج يريد يتواعد ويا أي واحد يريد يشوفه يتواعد وياه بسوق السراي. فهنا يجي القاضي، يجي الطبيب، يجي المدرس، يجي الحرامي، يجي الخوش إنسان، يعني شيء مشكل. وهذه هي ميزة سوقنا، سوق ميمون. شوفي العالم شلون يتجولون به، هو خلينا نقول مثل المريء، حلقة ربط بين الكرخ والرصافة، يجي للتقاعد يفوت منه، يروح للميدان يفوت منه، شارع يفوت منه. وسوق بها ناس هم إيجابيين، ممكن تسيل أي واحد يدلش على أي مكان. يعني السوق ممكن تقولي ساحة فضل حتى على المحلات، يعني أسعدي هنا دخلت التاريخ نوسع أبوابه لكوني عندي محل هنا. مو بالسهولة واحد يقدر يفرض نفسه أو يترك بصمة بالمجتمع من خلال المهنة، والمهنة هو السوق صاحب فضل عليه مو واسع. يعني أكثر الناس من يشترون محلات يعني يشترون الجنبة المادية، هنا تأخذين محلات جنبة مو بس مادية، تاريخية وإنسانية وثقافية واجتماعية. أنا إذا أني عندش أخ أو أخت أو طفل بالمدرسة يقول أبوي عنده محل بسوق السراي، حتى المعلم يشوفه بمنظر يعني حلو، يقول هذا مكان معرفي يعني بإنسانية وحب وتعامل جيد مع المجتمع. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا أختي، أهلا مرحبا. وياكم جولتنا وحلقتنا من برنامج مع الناس وتجوالنا بأروقة سوق السراي ولقاءاتنا ويا الناس، فخليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية حضرتك أول زيارة لك لسوق السراي أو عندك زيارة سابقة؟ والله قبل بالزغر يعني مار بها بالسبعينات بالثمانينات، فبعد ما مريت هاي أول زيارة نقول من بعد 30 سنة مار بها المنطقة. ذكرت أيام قديم وهسه دا اشوف الاجواء، يعني المحلات كلش حلوه جميله، يعني انفتح قلبي فدنوب فرحت من شفت المنطقه، ذكرت ايامنا القديمه. الله يسلمك. طيب حضرتك انت اجيت لسوق السراي، ذكرت انه انت من زمان ما جاي، عندك معرفه بتاريخ هذا السوق لو مجرد انه اسمه جذب الانتباه؟ لا والله مجرد اسمه، تاريخا كأجداد أجدادنا همين ذكروا بيها موجودة هاي السوق، معروفة سوق قديم والأساتذة اللي بيها يعني يشتغلون هنا يصنعون كل شيء بيها. يعني احنا نقول من كل أصبع يطلع حالة، يعني يسوي لك ينشأ لك فتشي من كل أصبع. أساتيد هنا كلش لطيفين، أول استقبالي بالباب يعني رحبوا بي، حبيت أفطر بيها. الله يسلمك. طيب حضرتك اقتنيت شيء معين لو لحد الآن بس مجرد أنه تجوال بالمكان؟ لا والله أول شيء شفت الجزان، حبيت أشتري الجزان من الأخ اللي طول شوية، بس قلت له راح أفطر وأرجع إن شاء الله. يعني شفته كلش جميل، بعدني ما شايف أول السوق وأنا ما شايف الباقيين السوق شلون. الله يسلمك. ان شاء الله حتكرر هذه الزياره بالمتقبل؟ طبعا اكررها واجيب عائلتي هم هنا يفترون، يعني ما جايين يفترون، واسويها يعني ابلغ بيها هذا السوق احسن سوق وناس ناس طيبين ويرحبون باللي طبع عليهم.
ولكم الفضل اللي تنشرون هذا الصور حتى الناس تندل هاي المناطق الجميلة التاريخية يشوفون شعب العراقي كل شيء يعرفون كل شيء يصنعون بها أساتذة صدق أساتذة. شكرا جزيلا. الله يسلمك وأشكركم وأشكر الكادر اللي وياكم. رحت بالكاميرا شفتكم يعني حبيت أبلغ كل العراقيين يجون هنا يشوفون الأساتذة العراقية شو يسوون شو ما يسوون. بداية هذه أول زيارة لك لسوق السراي لو جاي سابقا؟ جاي مرتين بس سوق السراي. شنو اللي خلاك تجي لهذا المكان؟ جينا على مود نشوفه وأنا شايفه قليل طبعا ما جاي هو كنت أجي جدي قبل بس هسه جدي ما قام يجي قمت أجي أنا بوحدي نجي نشوف الكتب أكثر شيء على المتحف بس هسه المتحف يعني بيه سفرات ثانوية فما نقدر ما قدرنا ندخل يعني راح نجي غير مرة عادي. طيب شلون شفت هذا المكان يعني انت من اجيت اكثر من مره شلون تشوف حركه الناس بهذا المكان شلون تشوف شكله تاريخه؟ ايه الناس اللي موجوده هنا مثقفه بصوره عامه وهو مكان يعني كل زين ومن جدد من جدد المتنبي صار شيء كلش حلو يعني تقدر تونس بيه تقرا بيه تثقف بيه هذه هو اشياء بي صارت. ممكن تجي بعد مرة ثانية أو تبلغ مثلا عائلتك أصدقائك تقول لهم أنه أكو هيك مكان أنه خلوا نروح نشوفه لو هذه زيارة واحدة وكافية. لا لا عادي نجي مرة ثانية اللي أنا صار كلش حلو يعني عادي. شكرا جزيلا. عليكم السلام. هذه أول زيارة لسوق السراي لو جاية سابقا؟ قبل 15 سنة كنت هنا هسه أول مرة اجيت أول برخة لو برخة. شلون شفتي المكان؟ شفتيه حلو أو بيه مشكلة؟ لا هواية سياجات توهيلي وشوية وسخ خرامات. السلام عليكم. عليكم السلام. بداية هذه أول زيارة لسوق السراي لو جاي زيارة سابقا؟ جيت العام والله. وهذا شارع حلو متنبي سووا والسوق يعني شوية أكو تحدث يعني إن شاء الله كل بغداد ترجع هيك شيء يعني. شلون شفت المكان؟ سوق السراي يعتبر من الأسواق القديمة اللي سوق إلى تاريخه. جيت لأنه عندك معلومة عن هذا المكان إنه هو تاريخي لو نصحوك به لو على الاسم لو شو؟ لا إحنا كنا عايشين قبل نعرف يعني كنا نجيل على طول ونحب يعني التاريخ وحلو أحلى شيء بالمدينة المناطق القديمة واحد يحب يرجع لها وهنا حركة قوية يعني سوق حلو بعد واللي يجي هنا يعني خاصة جاي من الخارج احنا تنقصنا هاي الشغلات انه سوق وقديم وحركة ناس هواية يعني نحب هالشغلات نفقدها. طيب راح تتكرر هذه الزيارة ان شاء الله مستقبلا؟ ايه اكيد اكيد. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. شكرا جزيلا. سلام. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مع الناس وجولتنا داخل سوق السراي تعرفنا سويا على تاريخه ومعالمه. فانتظرونا الحلقة القادمة بنفس الوقت وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. إلى اللقاء.